أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي الضيوف. الأعمال اللي يفعلها الإنسان إلها آثار، تارة تكون آثارها بالدنيا وتارة تكون آثارها بالآخرة. مثل صلة الأرحام، صلة الأرحام إلها أثرين أو عدة آثار، أثر في الدنيا وأثر بالبرزخ وأثر بالحساب. فهاي الآثار اللي بالبرزخ والحساب والآخرة هاي تكون منوطة بمن؟ بالتقرب إلى الله، يعني يكون الإنسان يفعلها لأجل الله عز وجل. أما آثارها الدنيوية فلا، حتى لو كان الإنسان اللي يصل أرحامه مو إنسان صالح، يعني إنسان عنده معاصي، فهاي الآثار أيضا راح تعطي ثمارها في الدنيا. فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول صلة الأرحام تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها فجارة، يعني حتى لو كان الإنسان مو صالح راح يكون لهاي الأعمال مالته يكون لها أثر. وأيضا باقي الأعمال، يعني كل أعمال نحن اللي نسويها لها آثار، أثر بالدنيا وأثر راح يكون بالآخرة. آثار الدنيا راح يحصل عليها كل إنسان، لكن آثار الآخرة ما راح يحصل عليها إلا الإنسان اللي فعلها لأجل الله عز وجل. ليش؟ لأن آثار الآخرة هي ثواب، وهذا الثواب لازم يكون بنية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا ما كان بنية التقرب ما راح يكون إليه، ما راح يكون الإنسان يحصل على هذا الثواب. وأيضا أكو رواية عن أهل البيت عليهم السلام، سألوا الإمام قالوا له يا ابن رسول الله ليش احنا نشوف بعض الفجار ان الله سبحانه وتعالى انعم عليهم، وبينما بعض المؤمنين الله سبحانه وتعالى ضيق عليهم؟ فقال الامام عليه السلام قال لان اولئك تراحموا وتواصلوا فيما بينهم. يعني هذا الاثر اللي حصلوا من البركات اللي الله سبحانه وتعالى أنزلها عليهم والرحمة هي من خلال التواصل والتعامل بالأعمال اللي الله سبحانه وتعالى يحبها مرضية عند الله عز وجل، بينما ذول اللي الله سبحانه وتعالى حبس عنهم البركات والرحمة هم ذول صحيح مؤمنين وصحيح من أهل العبادة، لكن كانوا ما يتواصلون فيما بينهم، يعني ما كان عندهم تقاطع وتدابر فيما بينهم، يعني أحد ما يوصل إلى الثاني، أحد ما يريد الثاني إلى أحد، وهكذا. فإذا أعمالنا في هذه الدنيا اللي نسويها إلها آثار بالدنيا وأيضا راح يكون إلها أثر في الآخرة. فإذا أردنا أن نحصل على كلتا الثوابين أو كلتا الأثران فلازم إحنا شو نسوي؟ لازم تكون عندنا نية التقرب إلى الله، لازم يكون هذا بقصد وجه الله عز وجل، حتى نحصل على ثواب الدنيا اللي هي من نماء الرزق وطول العمر وتهوين الحساب ودفع ميتة السوء، وأيضا التخفيف بالبرزخ. هسه هاي الآثار موجودة في صلة الأرحام بأجمعها، لكن آثارها الدنيوية تحصل عليها بالتقرب إلى الله. أما باقي الآثار فأنت أيضا راح تكون إذا عندك نية التقرب إلى الله راح تخفف عنك، تدفع عنك ميتة السوء وتخفف عنك الحساب، وأيضا راح تخفف سكرات الموت. شيخنا بلي،
كل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان بهذا الشهر يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ نعم أحسنت. سأل أخوكم مصطفى يقول إحنا سمعنا مثلا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله يقول وأعمالكم فيه مقبولة، فأعمالنا اللي نسويها بهذا الشهر الفضيل هل كلها تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ وهل يتقبل الله جميع الأعمال منا في هذا الشهر أم لا؟ فمنو اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخنا الله ما يتقبل الأعمال إلا المتقين. أجاب أخوكم محمد الرضا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل كل الأعمال، كل الأعمال، وإنما يتقبل الله من خصوص المتقين. يعني الإنسان أعماله مربوطة بالتقوى، فإذا كان الإنسان إنسان متقي، يعني متقي شنو؟ يعني حافظ لنفسه عن الحرام، فإذا نهى نفسه عن الحرام فالله سبحانه وتعالى يتقبل منه. فالأعمال أكو أيضا أعمال تكون نفعلها بغير نية، هاي الأعمال بغير النية راح يكون ثوابها من الناس، يعني أنت ما راح تحصل ثواب أخروي، الثواب راح يكون على الناس، وثواب الآخرة ما راح تحصله. كما عن الإمام الصادق عليه السلام قال إنه ما كان للناس فهو للناس، يعني العمل إذا كان أنت سويته لغرض إرضاء الناس، لغرض إنه تكسب الناس، وهاي أعمالك راح تحصل أجرها من الناس، أما يقولوا لك عافية أو يقولوا لك حصل فد مبلغ مادي. وإذا كانت لله عز وجل راح يكون أجرها على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو اللي راح يكون يجزي بها، والله سبحانه وتعالى يعطي الجزاءين، جزاء الدنيا وجزاء الآخرة. نعم أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفاديتم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان.